السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على واحد تعليق، واحد طلب وصلني من عند واحد الاخت. فيه السلام اخي جمال، ممكن تهضر في شي فيديو على اصرار الاهل على البنت بالزواج من شخص ما؟ انا كنت مخطوبه بشخص مريض نفسيا الله يكون معاه، وهذاك كان شويه الاصرار، ماما كتسمع ليك وبغيتها تقتنع مع ان هذا الكلام، مع ان هذه الطريقه في الزواج حلال 100%، وداك الشيء علاش كنت قبلت. شكرا لمجهوداتك. كي دايره خالتي؟ لاباس عليك؟ بخير هانيه. انا جاوبت هاد الاخت هادي كومونتير، قلت لها غنديروا فيديو، واليوم غنديروا ان شاء الله حاجه واحده. يعني انا درت، يعني بغينا نعرفوا الحكم ديال هاد الزواج. هاد يعني انا بالنسبه ليا هذا زواج اجباري، وشنو خاص البنت مثلا دير الى تم الاجبار ديالها الزواج؟ يعني كنلقاو بزاف يصر بعض الآباء على تزويج بناتهن دون مشورتهن، ويرغمونها على الزواج بالقوة من رجل لا تريده، وقد يكون ذلك بغرض مصلحة دنيوية أو لأمور أخرى. فما حكم هذا الزواج إجباري في الشرع؟ وماذا تفعل الفتاة إذا تم إجبارها على الزواج ممن ترغب؟ أنا قلبت، يعني غادي نهضروا شوية على المسألة الشرعية، وغادي نعطي الرأي ديالي. انا ماشي مع هذه القضيه. اولا يعني انا غنهضر مع كل شيء، ماشي غنهضر معك انت يا خالتي ولا انا نهضر مع كل شيء. اول حاجه، هذا مستقبل ديال البنت، هي اللي مسؤوله عليه، وهذه حريه ديالها، ما يمكنش تبزو عليها شي حاجه. راه كنقول لكم، راه كاين داك الزواج، راه اغلبيه الزواج ديال الغفله راه هو اللي ما كيصدقش، راه هو اللي تكون فيه المشاكل بزاف. وعند تجربه شخصيه عائليه، ما بغيتش ندخل في التفاصيل باش ما نجرح حتى شي واحد. الزواج ديال هكا راه ما عمره ما كيصدق، يولي على المشاكل. ها السيده دابا بززتو على واحد السيد، في الاخر اكتشفت بانه السيد مريض نفسيا، وقال لي انا مريض. يعني شكون اللي كان هنا الضحيه؟ كان الضحيه بنتكم. كنستغرب يعني الحال ديال بعض الناس. تقولك مثلا جا واحد دار خدمه زوينه، راه خدام خدمه زوينه وقاد على بنتنا ويقضي عيشه مرتاح وهادي، وبعض المرات كيجي شي واحد اللي درويش ما عندوش، راه تلقى يصبر عليه ولاش، وخذ ديك شي واحد من الفلوس. ما فهمتش، راه الله هو الرزاق. ما عرفتش بنت كدوز بداك السيد، صافي دير الشركه ديالو فايه وطاح الضص، شنو غدير ديك الساعه؟ انا نقول لكم مساله خاصه بيا انا الوالده ديالي قالت لي: جمال، كاينه واحد البنت عجبتني، وهادي 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 وهادي. هذه قلتها في واحد الفيديو، غادي نعاود عليكم. قلت لها: واش عجبتك بغيتي تزوجي ليا؟ قالت لي: اه. قلت لها: لا. قالت لي: علاش؟ قلت لها: واخا انا نقول لك علاش. جلست معاهم في البيت وهضرت معايا والواليد، وكانوا خوتي جالسين وداك الشيء. قلت لها: واش تقدي عليها؟ قالت لي: كيفاش نقدي عليها؟ قلت لها: دابا لا، عزلتي ليا انت البنت، مثلا انا وياها تناقشنا ولا نوضنا الصداع، غنجي غنقول لك تفاهمي معاها، تحملي مسؤوليتها، انت اللي جبتيها ليا ماشي انا اللي جبتها، واش تقدي؟ الا بغيت نطلقها صافي انت تكلفي. قالت لي: ما قادت على صداع. قلت لها: وخليني انا نازل بنت حتى الا كانت حاشاك بعره ولا هادي، غنطلع انا بوحدي حاشاكم كاملين، كانت شي حاجه مزيانه راه صافي. انا شغلي هذاك، حياتي هذيك، هذه راه الحياه ديالي. الزواج راه مشروع ديال الحياه، راك مع واحد الانسان اللي تقدر تعيش معاه 40 عام 50 عام، والله يطول لنا في عمركم. يعني ما يمكنش تجي وتقول لواحد السيد: اجي انت واجي انت وتزوجوا، بحال اللي كتشد بنيته صغيره مونيكا مع مونيك وبوسوا بعضياتكم، ما خدامش هذا الشيء هذا. المهم ندوزو حنا للمساله ديال الشرع. كيقول الدكتور يوسف القرضاوي، هذا السيد هذا يعني راه من العلماء المسلمين، هو احد ابرز علماء السنه في العصر الحديث، هو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ولد في قريه صفط تراب مركز بمصر، يعني الناس اللي بغاو يعرفوه. تيقول لك في واحد الكتاب ديالو، يعني في الكتاب ديال مركز المراه في الحياه الاسلاميه: سلطان الاب على بنته لا يتجاوز حدود التاديب والرعايه والتهذيب الديني والخلقي، وشانها شان اخوانها الذكور، فيامرها بالصلاه اذا بلغت 7 سنين، ويضربها عليها اذا بلغت 10، ويفرق حينئذ بينها وبين اخوتها في المضجع، ويلزمها الادب الاسلامي في اللباس والزنا والخروج والكلام. مزيان. ونفقته عليها واجبه
دينيا وقضاء حتى تتزوج، وله وليس له سلطة بيعها أو تمليكها لرجل آخر بحال من أي من الأحوال. قد أبطل الإسلام بيع الحر ذكرا كان أو أنثى بكل وجه من الوجوه، ولكن ولو أن الرجل حرا اشترى أو ملك ابنة له كانت رقيقة عند غيره فإنها تعتق عليه بمجرد تملكها شاء أم أبى بحكم القانون الإسلامي. المهم يعني إذا كانت للبنت يعني ولا كان البنت مال خاص بها فليس الأب إلا حسن القيام بالمعروف، ولا يجوز له أن يزوجها لرجل آخر على أن يزوجه يزوجه الآخر بنته على طريقة التبادل، وهذا مسمى في الفقه النكاح الشغار، وذلك لخلو الزواج من المهر الذي هو حق البنت لا حق أبيها. وليس للأب صمتو وليس للأب حق تزويج ابنته البالغة ممن تكرهه ولا ترضى، وعليه أن يأخذ رأيها في من تتزوجه أو يعني تتزوجه تقبله أم ترفضه. فإذا كانت تيبا فلا بد أن تعلن موافقتها بصريح العبارة، وإن كانت بكرا يغلبها الحياء العذراء اكتفى بسكوتها. فالسكوت على ما ترضى، إذا قالت لا فليس له سلطة إجبارها على الزواج بمن تريد. إذا قالت لك لبنتك لا ما بغيتش داك السيد ما بغيتش نتزوج، ستوب ستوب، يعني ما يمكنش تبزز عليها شي حاجة. إلا جابت لك بنتك شي واحد، رأيي ديالي جابك شي واحد عارفه انت زيرو في الأخلاق زيرو في التربية وغادي يعذب لك بنتك، انت اللي غادي تقول لا، انت اللي غادي تقول لا ديك الساعة. ديك هي اللي انا يعني بالنسبة لي واجب، اما باش تبزز عليها انك هي تزوج بشي واحد لا. تشاور معاها نصحها، الى بان لي هذاك البلك داك الراجل راه مزيان وقدر يهزها وقدر هادي اللي جابته هي وافقت عليه، مرحبا اهلا وسهلا. مثلا قالت لك انا قابله على هذا السيد ولا هذا، صافي مرحبا. الى جبتي انت واحد السيد وقالت لك هي لا، من الاحسن ما تبزوش عليها، حيت الحياة ديال بنتكم هادي راه من بعد راه شكون تيكون الضحية، كتكون هي الضحية. تاني حاجة كترجع لبنت، كترجع لبنت للدار، يعني كيتكرفصوا الوالدين كيتكرفصوا الخوت كتكرفص البنت وكتسمى مطلقة. وإن شاء الله غادي ندير فيديو على هذه القضية ديال المطلقات إن شاء الله، وغادي نهضروا عليه شوية على المعاناة اللي كيعيشوها يوميا. المهم الأخت ديالي يعني كنتمنى أنه يكون الفيديو يعني فاتكم واحد شوية، كنتمنى أنكم تكونوا خديتوا منه المفيد، يعني ما بغيتش نطول عليكم راه كاين بزاف في الفيديو. راه كذلك الاخوان خاصكم تشاوروا مع الام، راه خاص يكون الرضا ديال الجميع، راه الام والاب كلهم خاص يكونوا راضين، والزوجه كذلك، يعني البنت خاصها تكون كذلك راضيه باش يكون يعني باش ربي يسهل ويبارك في هذا الزواج. المهم الله يسهل عليكم كاملين، الله يزوجكم كاملين، يزوجني حتى انا علاش لا. لا عجبكم فيديو ديروا جمع الفيديو وضعوا التعليق ديالكم، اقتراحات ديالكم فيديوهات الماجيه، ديروا اشتراك على القناه كتشاهد فيديو اول مره، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.